بالالوان التاريخيه من عام 25. كره ترجع للترجي الرياضي، ترجي يحب يخرج الشوط الاول 0-0، واذا جاء هدف مبروك عليه. وخطيره والمساك اللي صعبه جدا وكره غريبه، والهدف الاول، هو الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي، هدف في الدقيقه 37. سبحان الله، في وقت الحديث على ان الترجي يبحث اكثر على التعادل ثم يلعب فرصته في الشوط الثاني، لكن الان الترجي الرياضي التونسي قلت اذا جاء هدف بالنسبه له مش يرفض. وهذه الصنعه، وشوف الدور الكبير اللي يعمل فيه يعني كنيان، شوف كيفاش يوقف الدفاع ويستنى القادمين من الخلف، شوف الباس نتاع المساكني هنا، شوف ايش يعمل مع الفالحي، شوف كيفاش يفسخ الفالحي ويتعداه، يعمل اكسلراسيون المساكني عاود يطلب الكره، وهنا العواض يحط الكره عن القائم الثاني. 1-0، خدمه كبيره، خدمه تمارين، خدمه تدريبات، وصنعت وفكر مدرب امانه، والنتيجه 1-0. 1-0 هنا تتوقف المباراه للحظات، 1-0 عن طريق كريم العواضي وفرحة أنصار وعشاق الترجي الرياضي. 1-0 في هجوم مرتد نموذجي للترجي الرياضي، كرة من يانيك نيانغ، ياخذ كرة من المساكني، المساكني يعمل الرولونس الأولى، المساكني يعمل الرولونس الثانية بتاع الأتاك، يعمل ديكلونشمون بتاع الهجمة ويرجع هو يوزع. هو الساحلي نتيجة 1-0، الشوط الثاني مستواه أفضل، فرص وأخطر، كرات وأكثر، إصرار من الناديين أكبر، ولكن النتيجة ما زالت هي نتيجة الفترة الأولى. 1-0 دقيقة 40، كريم العواضي، كرة ترجع مرة أخرى لفريق الترجي، كرة طويلة وتسلل، تسلل أبو عزي، تسلل أبو عزي. الترجي عنده برشا خيارات في دكة البدلاء، نحكي على قادم المواعيد وقت اللي تحك الركايف الصح مع الأدوار المتقدمة. عنده أيضا إمكانية شاكر الزواغي، حسين الراقد، مكسب آخر في الوسط، عنده أيضا أفول، عنده ليبريل، بالليلي، بوغيل. يظهر لي حضر الترجي مغامرته كبيره، ويدخل يانيك نيانغ، اختيره برشا يانيك نيانغ، وفرصه كبيره يانيك، ويسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني الكاميروني، يسجل الهدف الثاني الكاميروني. بعد هذه الكوره ما تحكمش، ما نتكلمش، ما نعلقش. قوه بدنيه كبيره، برود الدم كبيره، ايضا الحقيقه منتدب اجنبي من اعلى تراس. والنتيجة هدف ثاني، شوف يانيك نيانغ، شوف يانيك نيانغ يفسخ دفاع كامل النجم الساحلي ويسجل الهدف الثاني. هزيمة النجم اليوم ليست هزيمة الليلة، لكن هزيمة عديد الظروف اللي بين ظفرين باللهجة التونسية كركرها النجم الساحلي من فترة، على المستوى الإداري، على مستوى الانتدابات، ممكن انتصار اشلاف طمعنا للأمانة، ولكن لم يكن بالحاسم، وبالتالي مباراة تتوقف مرة أخرى عند فريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق الكامروني جوزيف يانيك نيانغ. صعب جدا في هذه الظروف المباراة في رأي تتواصل، ولذلك نرجع للاستوديو في الدوحة مع معز بولحية. هيك